مناسبة تأهل تاريخي لحق المنتخب الوطني المغربي، ساعات قليلة كتفصلنا على مقابلة الربع ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرتغالي. هذه المقابلة اللي كتدور عليها بزاف ديال الهضرة وبزاف ديال التوقعات، داكشي علاش حنا خرجنا للشارع الفاسي باش نعرفوا التوقعات ديال المواطنين وشنو كيقولوا على هذه المباراة هذه، وأيضا المتمنيات ديالهم المنتخب الوطني المغربي. لنتابع. وبطبيعة الحال كنتمناو له الفوز، واخا المنتخب اللي غنلعبوا مع منتخب البرتغال يعني منتخب اللي صعيب وعنده يعني جوهره تبارك الله عليهم معروفين في الدوريات ديالهم الاسباني الانجليزي، وكما قال الركراكي نديروا النيه، وتا حنا الحمد لله عندنا رجال كيتقاتلوا على هذا المنتخب هذا، وما يكون غير الخير ان شاء الله. نظرك بشحال المغرب غادي يربح؟ وصراحه ما نكذبش عليك ما وليني نتوقعوا يربح بواحد ولا جوج لزيرو. كنتمناو ان شاء الله، علاش لا ما نديوش كاس العالم؟ خصنا غير نديروا النيه وبنادم يثق في اللاعبيه. تبارك الله راهم بون ايكيب، زعما ماشي شي واحد اللي ناقصين، راه ان اللاعبيه ما كاينش بحالهم تبارك الله. انا تبارك الله الركراكي راه احسن من داك خليل يوسفيتش اللي كان، المهم عطى قيمه للمغرب. مقابله ان شاء الله رابحين، رابحين ان شاء الله، متاهلين متاهلين وعن ونطيحوا مع الانجليز وغنربحوا، ونطيحوا مع الانجليز نديو كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله نديروا النيه، وبنادم خصو يثق فيه ويثق في الجمهور ديالو، راه المغرب زوين. شنو كنتمناو زعما في هذه المباراة؟ في الاول ما كناش طامعين زعما على كاس العالم وهذا الشيء كامل، ولكن زعما دابا كنتمنى اليوم نفرحوا بعدا، ومن بعد ديك الساعه ان شاء الله يكون كاس العالم، حيت كرواتيا لعبنا معها في الاول وتعادلنا معها، ودابا غنوليو نلعبوا معها يعني ان شاء الله كاس العالم في اليد ديالنا ان شاء الله. نظرك شحال النتيجه ديال المقابله هذا النهار؟ ديك مهم صراحه، انا كنقول غنخسروا، واخا خصني نتفائل، ولكن المهم كنقول غنخسروا حيتاش الفرقه ديال اليوم صعيبه بزاف، ولكن ما نتمنى ان شاء الله نديروا بلانتيات ودي حاجه ونربحوهم ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله المنتخب المغربي غادي يربح، كنتوقعوا صراحه من وليد الركراكي وليداتو يربح، وصافي ان شاء الله 2-0 للمغرب، وما يكون غير الخير، ونفرحوا كاملين هنايا في فاس وفي كاع المدن المغربيه. شكرا. المغرب غادي يربح 1-0، المغرب عندهم فرقه زوينه تبارك الله عليهم، وليد الركراكي اونترينور زوين، لي جوغ تبارك الله عليهم كيديروا على خدمتهم، وديما مغرب اش نقول لكم. ان شاء الله يربح ويدي كوفينا ان شاء الله، وناخذوا حنايا الصداره. نظرك شنو توقع ديالك المقابله؟ لا اليوم رابحين ان شاء الله. بشحال؟ 2-0. دونك حنا كمغاربه نتمناو المنتخب يدوز، واخا كوم برونوستيك كنظن غنتعادلو وغندوزو في لي برولونغاسيون. التوقع ديال الماتش غادي يكون 1-0 ان شاء الله، وراه عندنا الثقه في ولادنا وغادي يفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله يا رب. وعاش سيدنا الملك محمد السادس الله ينصرو، والتحيه للشعب المغربي من طنجه للقويره. التوقع غادي يكون 1-0 ان شاء الله، حنا تايقين في وليداتنا وتايقين في الدراري وتايقين في ليكيب ديالنا ان شاء الله يا رب. شكرا. تو سامبلومون جو بونس كو ليكيب ديال البرتغال فرقه قويه، مالوغوزمون دابا بحال اللي حطينا لي كارت ديالنا ولاو تيعرفونا راه حنا منتخب قوي، يعني اوني با سوز استيمي. قبل يمكن مع الاسبان فرقه كبيره، ولكن ما عطاوناش حقنا. جو بونس مع البرتغال غادي يكون واحد الماتش صعيب، اللي جو بونس با كو كاين شي واحد اللي يعطيك لي برونوستيك sur en se basant sur des résultats, mais les statistiques غادي يبانو ان شاء الله في الماتش. كيما قلت لك ما يمكنش. الاحساس ديالك شنو كتحس؟ با شوف الا كنا غادي نضرب لي سونتيمون لو باتريوتيزم ديالنا راه غادي يقولنا راه المغرب راه خصو يربح والمغرب غادي يربح، مي statistiquement parlant et question de performance راه كاين جوج ديال لي كريتير كي سون تري امبورطون. تو دابور كاين دي بليسيور، ثانيا واحد النقطه اللي مهمه هو كاين دي كارت جون اللي يمكن اللي غيخليو بزاف ديال اللعابه يكونوا مترددين في النقط الدفاعيه ولا القوه الدفاعيه ديالهم، حيت الا خداو اون كارت واحده اخرى جون راه غادي يكونوا اليميني ما انهم ما يقدروش يلعبوا الماتش الجاي. وما تنساوش ديروا ابوني لقناه فاس تي في ان وتفعلوا الجرس.